ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. نكيرا ومنكرا اسمان للملكين اللذين يأتيان الميت فور دفنه فتعاد روحه في جسده ويجلسانه حيا، حياة برزخية ما هي مثل حياته على الأرض، إنما هي حياة الآخرة، حياة أخروية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وسمي بالمنكر والنكير، هذا ورد في الحديث بإسناد لا بأس به، تسمية ثابتة. ومنكر والنكير يعني لمشهدهما ومرآهما، لأن مرآهما مفزع، رؤية الملكين مفزعة، يستنكرها الإنسان يستغربها، هذا وجه تسميتهما منكرا ونكيرا، لأن رؤيتهما يستنكرها الإنسان، ويأتيان بصورة لا يعرفها في حياته ولا يألفها، فهذا وجه تسميتهما منكرا ونكيرا. وفي هذا رد على من ينكر هذه التسمية، يقول هذا سب للملائكة، نقول لا، هذا ليس سبا للملائكة، هذا من باب أن نرى أن الذي يأتيانه يستنكرهما سمي بالمنكر والنكير. نعم.